الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، نكمل بعون الله عز وجل وتوفيقه وتأييده سلسلتنا المباركة معالم الطريق إلى الله تعالى بعد انقطاع اقتضاه المقام، سائلين من الكريم عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن ينيرنا الطريق حتى نصل إليه وإلى معرفته، وما ذلك على الله بعزيز. عباد الله، سبق أن تكلمت عن باب اليقظة، ثم تكلمت بعد ذلك عن باب التوبة، ثم عن باب المحاسبة، ثم عن باب الإنابة. فما هي الخطوة التي تنتظر السالك إلى الله تبارك وتعالى بعدما ذكر من المعاني ومن الأسرار ومن الحقائق التي أرشد إليها القرآن العظيم وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا حديثنا وموضوعنا يتعلق بمنزلة التفكر، هذه المنزلة العظيمة الجليلة التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن السالك طريق الله تبارك وتعالى. وقد عرفها علماؤنا بقولهم، قالوا: التفكر هو تلمس البصيرة لاستدراك البغية، وهو أنواع ثلاثة: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنع، وفكرة كذلك في تلمس الأعمال والأحوال والسلوك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المعاني بأسلوب سهل والتوفيق من الله تبارك وتعالى. إذن منزلة التفكر هي منزلة مهمة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، ولهذا قرر علماؤنا رضي الله عنهم أن الصالحين كانوا لله وبالله ومع الله سبحانه وتعالى، فمن كان على حالهم فقد أعزه الله وأعزهم من أعزهم، لأنهم لا يشهدون إلا الحق، لا يلتفتون إلى الخلق، وإنما يشهدون الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل الغفلة وأهل الفرق، إنما يشهدون الخلق وهم يستدلون بهم على الحق سبحانه وتعالى، يلتفتون إلى السبب دون أن يشاهدوا المسبب. أما أهل الله العارفون المؤمنون الصالحون الموحدون، إنما يرون الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم وفي جميع أحوالهم، بل حتى في عبادتهم لله تبارك وتعالى. وقد سبق أن تكلمت عن قضية المحاسبة التي تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. أما هؤلاء الذين لم يتحلوا بهذه الأخلاق، إنما يهتمون ويبعدون عن الطريق بنظرهم إلى الخلق،
بل يستدلون بالخلق على الحق سبحانه وتعالى. لهذا قرر أهل العلم أن الوصول إلى معرفة الله عز وجل مع التزام بآداب الشريعة الإسلامية، الناس اختلفوا في ذلك، قالوا طرفان ووسط، قوم أفرطوا وقوم فرطوا وقوم جمعوا فتوسطوا. إذن عندنا من أفرط وعندنا من فرط وعندنا من توسط جمع بين الحقيقة والشريعة، قيد هذا السلوك وسار في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى مقتديا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا وصول إلى الله تعالى ولا إلى معرفته إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قالوا القلب يرى وعين القلب البصيرة، كما أن العين ترى، والحكم للغائب منهما. هناك من يرى بقلبه وهناك من يرى ببصره فقط. إذن القلب يرى وعين القلب بصيرة، ويرى المعاني، معاني التوحيد وأسرار التفريد. أما الغافل كأمثالنا إلا ما رحم ربك، فإنه يرى المحسوسات فقط. القلب يرى المعاني دون المحسوسات، أما البصر ترى المادة فقط. فمن غلب بصره بصيرته فهو الغافل حقا، البعيد عن الله عز وجل. ومن غلبت بصيرته بصره فهو العارف بالله عز وجل، لأنه وقف عند لب التوحيد، عند مقام المشاهدة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا مقام عظيم، قضية التفكر لا ترتبط بالعقل. علماء السلوك يتكلمون عن القلب، هو أسمى وأعلى من البصر، يتكلمون عن أسرار التوحيد، عن وصوله، عن الطريق التي توصل إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ظاهرة أو باطنة، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، نعمه كثيرة وكثيرة جدا لمن تأمل. المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة تعلقت بالدنيا أو بالآخرة أو بالدين عن طريق واسطة من خلقه، فعليه في ذلك وظيفتان: قلبية ولسانية. قلبية يعتقد أن ما وصله من النعم التي ينظر إليها المؤمن بقلبه أولا إنما هي من الله سبحانه وتعالى، ولو جاءت عن طريق فلان أو علان، فهو يعتقد أن ما سوى الله مقهور بإيصالها إليه. تلك النعمة التي جاءت عن فلان فهي بإذن من الله وبقهر من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذن ينظر إلى مراد الله وإلى قدره وإلى فعله سبحانه وتعالى. ثم عليه بعد ذلك من باب الشريعة ومن آدابها أن يشكره وأن يدعو له، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله، وكما علمنا أن نكون ألا نجحد النعمة وألا نجحد الفضل لأهله. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وروى الإمام أحمد كذلك
والترمذي في سننه في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وفي حديث أسامة رضي الله عنه وقد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. إذا قدم لك أخوك نعمة من النعم، فضلا من الفضائل، مساعدة من المساعدات، عليك أن تشكره وعليك أن تدعو له كما في هذا الحديث. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لنا الخير في الدنيا والآخرة، يريد لنا النجاح والفلاح، ويريد لنا أن نعرف الله. إذا عرف المؤمن الله تبارك وتعالى ودخل الإيمان إلى قلبه يفيض ذلك على جوارحه وعلى سلوكه وعلى أعماله. ولهذا في الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا راغمة. المؤمن يجمع كل الهموم، ما يتعلق بالدنيا في نظرنا صغيرها وكبيرها وهي لا تساوي عنده شيئا، يجمع كل شيء، ما يتنافس فيه الناس يجمعه المؤمن في هم واحد، في هم الآخرة، في الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، في مصيره عند الله عز وجل، في رجوعه، في حياته الحقيقية. من كان هذا همه وهذا شأنه وهذا سلوكه فإن الله تعالى يجمع شمله، لأنه جمع أو اتحد الهدف واتحدت الغاية وعرف المقصد والمقصد وجعل غناه في قلبه، أعطي القناعة. قد يبتلى في جسده في رزقه ولكنه يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا. فالمؤمن بهذه الحالة وبهذا الاعتقاد، هذه العقيدة، يسعد في الدنيا قبل الآخرة وأتته الدنيا راغمة، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا بد للسالك أن يتحلى بهذه أو بهذا المنزل، بمنزلة التفكر، وهو لا يتعلق بالعقل، أن تنظر إلى الكون أو إلى الخلق نظرة جمالية. نعم هذا مطلوب، نحن نتكلم عن أسمى من ذلك، نتكلم عن تلمس البصيرة لإدراك البغية. كيف ذلك؟ بيانه كما قرر أهل هذا الشأن أن النفس البشرية تريد أن تدرك الأشياء، النفس تريد أن تدرك ما حولها، فتعتمد على الحواس، على السمع، على البصر، على الشم، على الذوق، على اللمس ونحو ذلك. والقلب شأنه كشأن النفس، يريد أن يدرك بغيته، يتلمس. وعين القلب كما قلنا البصيرة، قلوب العارفين ترى ما لا يراه الناظرون، قلوب العارفين لها عيون كما قال الشاعر، ترى ما لا يراه الناظرون. الذي ينظر ببصره ليس كمن ينظر بقلبه، فالبصر مرتبط بالقلب والبصيرة مرتبطة بالقلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انتبه، العين عندما تريد أن ترى الأشياء، تريد أن ترى شيئاً مثلاً عن اليمين، تلتفت وتتحول هكذا مثلاً إلى جهة اليمين لترى ما حولها. الأمر مرتبط بالحاسة، بالمادة، العين الجارحة. أما القلب فلا، القلب يرى بنور ذلك. فإذا تصف المؤمن بما ذكر من اليقظة ومن الإنابة والتوبة والمحاسبة يصح القلب ويستنير بنور الله عز وجل،
ويرى نور الله تعالى وتزال الظلمة من القلب فتصح الرؤية، يرى عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد سبق أن ذكرت أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. قدم هذا الحديث في كتاب العلم يبين أن لا بد أن تسلك الطريق لتتعلم، العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. ثم بعد ذلك يشير إلى ما ذكر وإلى ما نقرر وما نجدد حوله. جاء برواية أخرى فقال رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. الله تعالى هو الذي يعطي الفهم، هو الذي يكرمك. فإذا القلب يتلمس هذه البصيرة، يتلمسها ليرى بنور الله عز وجل. إذا على المؤمن أن ينتقل من نظر إلى السبب إلى المسبب. ينبغي لنا أن ننتقل من الجهل إلى العلم، من الشك إلى اليقين. لا تقف عند الأسباب، عند الكون، انظر إلى المكون سبحانه وتعالى. هذه الكائنات تدل على الله وتعرفك بالله سبحانه وتعالى. فعليك أن تنتقل من حظوظ النفس إلى ماذا؟ إلى حقوق الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن عندما يفعل هذا فإن القلب يلتمس الحقيقة ويسعد في الدنيا قبل الآخرة. وهذا وقع لأهل الله ووقع للصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتي، لأن منزلة التفكر هي منزلة عظيمة وعظيمة جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوننا وأن يوفقنا لطاعته، والله يقول الحق من سبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته وتوعد عصاة بنعمته وزوال نعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله السيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الطريق الأوحد الذي يوصي به الله تبارك وتعالى كما قلنا أن نجعل هذه الأمور هما واحدا. ولهذا ذكرت الحديث الذي ينبغي أن نتخذه دستورا منهاجا في حياتنا وفي سلوكنا. الجوارح لها ذكر والقلب له ذكر. الإسلام في ظاهره يتجلى في عبادات ظاهرة، والذكر أو القلب له ذكره وله نيته تتصل بمدارج الإيمان والإحسان. الإنسان عندما يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع من العبادات الظاهرة من الشهادتين ومن الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، هذا المؤمن أو هذا الإنسان يضم إلى دائرة الإسلام، وتكفل له هذه العبادات عصمة دمه وماله وعرضه، وتقبل له عضوية تامة في المجتمع المسلم. إذا المسلم الذي يشهد الشهادة العظمى ويقوم بالأعمال الظاهرة يأخذ هذه الحقوق وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما كلامنا فيتعلق بالقلب، يتعلق بمدارج السالكين التي تكلم عنها علماؤنا رضي الله عنهم. فإذا قضية التفكر صيغة التفاعل، هذا المصطلح يفترق
فيما بين الناس. فإذا تفكر أهل الله، تفكر العارفين، تفكر من يهتم بالدنيا أو من يهتم بالآخرة ليس كتفكر من يهتم بالدنيا ومن يهتم بالحس وبالمحسوسات، فرق كبير، بل لا مقارنة بينهما. المقارنة بينهما كالمقارنة بين الوجود والعدم. فلهذا قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عجيب. هؤلاء يتفكرون في خلق السماوات والأرض في الموجودات في الكائنات من حيث إنها خلقها الله عز وجل. لا تتكلم عن نظرة جمالية. أعجبك الجبل، أعجبك البحر، أعجبتك الشجرة، أعجبتك الحدائق، لا تتكلم عن هذه النظرة. نتكلم عن من يعقل عن الله، عن البصيرة، ويتفكرون في المخلوقات التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى. إذا لم يقفوا عند الكون، وإنما دلهم الكون على الخالق سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذا المعنى، لماذا عبر القرآن بقضية الخلق. فأسماء الله تعالى وصفاته تتجلى على العبد لمن تأمل ولمن تبصر. خالق اسم من أسماء الله عز وجل. إذا أنت مخلوق والله تعالى هو الذي خلقك، يلزم من ذلك أن تعبده. إذا لا بد أن تتفكر، أن تتأمل لتفهم عن الله عز وجل. فأسماء وصفاته دائما تتجلى لترى سمعة الله، سمع الله الذي أتقن كل شيء، وكذلك لترى مدده وفطرته وصنعه وحكمته وقدره وأمره سبحانه وتعالى. عندما تأكل وتشرب مثلا يتجلى عليك اسم الله تعالى الرزاق. وعندما تمرض، عندما يمرض الإنسان عافاكم الله جميعا ورزقنا الصحة والعافية، يتطلع المؤمن والمريض إلى الشفاء، إلى الدواء، إلى الشافي. بمعنى أن الله تعالى يتجلى عليك باسم من أسمائه الشافي. إذا منزلة التفكر منزلة مهمة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث هكذا. قلت كان يخرج من البقيع ويأخذ لنفسه لحظات في الليل والنهار يتأمل وينظر، وفي بعض الأحيان مع بعض أصحابه رضي الله عنهم ومع بعض أزواجه كذلك، كان يخرج ليلا إلى المقبرة، إلى البقيع، يتأمل في أحوال الموتى لوحده. هذا التفكر. يتأمل في حياة الآخرة وما قبلها وما بعدها من المصير والمآل. هذه سنة رسول الله لمن أراد أن يتحلى بها وأن يتسنى بها عليه الصلاة والسلام. الاقتداء يكون في الظاهر والباطن. يتأمل وينظر عن الله عز وجل. لهذا الخلاصة، الطريق التي توصل إلى الله عز وجل لا بد أن يسلك بها المؤمن من باب التأمل والتفكر، وفيها أنواع وفيها أقسام وفيها آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطيل الآن بذكرها، ستأتي إن شاء الله تعالى تباعا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمورنا. اللهم اجعلنا من العارفين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا كذلك يا ارحم الراحمين من الصالحين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا فهم كتابك وفهم سنه نبيك اله ومقصدا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نسالك من الخير ما ساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر السعاده منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق أمير المؤمنين محمد.
استنزل ما تحب وترضى، واصلح لي ولي عهدي، وارزقه بطانة صالحة تعين على أمر الدنيا والآخرة، وجنب بطانة السوء بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كثير من الإخوة والأخوات يسألون لكم الدعاء، وحسين عند وحسين رضا الله شفيع وعافيها، اللهم شاف جميع المسلمين والمسلمات، اللهم رب الناس في الناس شفيع أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا فارق الحب والنوى، حقق لكل واحد منا ما نوى، بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والله يا الناس القائلين على المسجد يصومون ناجي، هذا يشوش علي في الخطبة، من تكون هذا الشيء خاصة يشوش، والله يقول